عندنا امبارح يا اول حصه رياضيات كانت عن العشرات. خلينا نتذكر بعض المعلومات اللي اعطيناكم اياها بحصه امبارح. اخذنا يا مس بانه العشر وحدات من قطع الليجو انا جمعتهم بمجموعه عشرة واحدة، صار اسمهم عشرة واحدة. نعد يا مس مع بعض المكعبات كيف جمعناهم. يلا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هدول العشر وحدات يا مس بايش جمعناهم؟ بمجموعة عشرة واحدة وصار اسمهم عشرة. معي قديش كم مجموعة يا مس؟ مجموعة واحدة. قديش معي؟ مجموعة واحدة. طيب لما يكون عندي مجموعتين يا مس شو يصير معي؟ قديش؟ 20. المجموعتين قديش بصيروا؟ 20. قديش بصيروا يا مس؟ 20. هلا يا مس عندي هاي مجموعة وهي كمان مجموعة، يعني كم مجموعة عندي؟ مجموعتين. عندي كم مجموعة يا مس؟ مجموعتين. طيب كل مجموعة عشرة وكمان عشرة، يعني كم عشرة عندي؟ عشرتين. كم عشرة عندي؟ عشرتين. اتنين عشرات قديش يعني يا مس؟ 20. اتنين عشرات قديش يا مس؟ 20. ممتاز. كم مجموعة صار قدامي؟ كم مجموعة نعد؟ مجموعة مجموعتين ثلاث. كم مجموعة؟ ثلاث مجموعات. كم مجموعة يا مس؟ ثلاث مجموعات. طيب هدول الثلاث مجموعات يعني كم عشرة؟ ثلاث عشرات. يعني كم عشرة؟ ثلاث عشرات. الثلاث عشرات قديش يعني العدد؟ ثلاثون. قديش يعني العدد يا مس؟ ثلاثون. إذا الثلاث عشرات تساوي ثلاثون. الثلاث عشرات شو تساوي؟ ثلاث. كم مجموعة هلأ قدامي يا أول؟ نعدهم. 1 2 3 4. كم مجموعة؟ أربع مجموعات. هيك نحكي الكلمة كاملة. أربع مجموعات. كل مجموعة قديش فيها؟ عشرة. طيب الأربع مجموعات يعني كم عشرة؟ أربع عشرات. يعني أربع عشرات. الأربع عشرات يعني قد إيه؟ أربعون. يعني أربعون. هاي عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون. إذا الأربع عشرات قديش بتساوي يا مس؟ أربعون. الأربع عشرات قديش يا مس؟ أربعون. نشوف هون كم مجموعة عنا. يلا خلينا نعدهم. مجموعة، مجموعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة. كم مجموعة عندي؟ خمس مجموعات. كم مجموعة؟ خمس مجموعات. طيب الخمس مجموعات يعني كم عشرة؟ خمس عشرات. كم عشرة؟ خمس عشرات. كم عشرة؟ خمس عشرات. كم عشرة؟ خمس عشرات. طب الخمس عشرات يعني قديش؟ خمسون. يعني العدد خمسون. إذا الخمس عشرات تساوي خمسون. خمس عشرات قديش تساوي؟ خمسون. خلينا نتأكد. يلا نعد. عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون. إذا الخمس عشرات تساوي خمسون. هلأ يا أول نعد كم مجموعة عندنا. يلا يا مس. 1 2 3 4 5 6. كم مجموعة؟ ستة. ست مجموعات. الست مجموعات يعني كم عشرات؟ ست عشرات. يعني ست عشرات. ست عشرات. ست مجموعات يعني ست عشرات. نشوف الست عشرات قديش نعدهم بالعشرات. عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون. إذا الست عشرات قديش يا مس؟ ستون. الست عشرات قديش يا مس؟ ستون. نعد يا أول كم مجموعة هلا عندي على الطاولة. يلا يا مس. 1 2 3 4 5 6 7. كم مجموعة؟ سبع مجموعات. السبع مجموعات يعني كم عشرة يا مس؟ سبع عشرات. كم عشرة؟ سبع عشرات. طيب نعد بالعشرات. عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون. إذا السبع عشرات قديش بتمثل؟ سبعون. السبع عشرات كم تساوي؟ سبعون. السبع عشرات كم تساوي؟ سبعون. أول هلا نعد كم مجموعة عندي. يلا. 8 مجموعات يعني كم عشرة؟ 8 عشرات. يعني كم عشرة؟ 8 عشرات.
نعد بالعشرات يلا 10 20 ثمانون. إذا الثمان عشرات كم تساوي؟ ثمانون. الثمان عشرات كم تساوي؟ ثمانون. يلا مس آخر مجموعة عنا، خلينا نعد كم مجموعة عنا. مجموعة، مجموعتين، ثلاث مجموعات، أربع مجموعات، خمس مجموعات، ست مجموعات، سبع مجموعات، ثمان مجموعات، تسع مجموعات. كم مجموعة؟ تسع مجموعات. التسع مجموعات يعني كم عشرة؟ تسع عشرات. يعني كم عشرة؟ تسع عشرات. نعد مع بعض يا عبد الرحمن. عشرة، عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعون. إذا التسع عشرات كم تساوي؟ تسعون. التسع عشرات كم تساوي؟ تسعون. تسعون. أهلا بكم في قناة المدارس العربية الوطنية. نود أن نخبركم بأن التسجيل ما زال مستمر في مدارسنا من الروضة وحتى الصف الثامن الأساسي بأعداد نموذجية وبكادر تعليمي مميز. ليصلكم كل جديد يرجى تفعيل الجرس والاشتراك بالقناة. مديرة المدرسة آيات شفيلات.